عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قال من معك؟ قال من معك؟ قال معي حر وعبد. من هو الحر الذي آمن به في مكة؟ أبو بكر. العبد بلال. قال ما معي إلا حر وعبد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد، أهو خل في منهجه؟ مستحيل، هذا عود صلى الله عليه وسلم، هذا كفر لو قيل بهذا. فقلة الحضور عند عالم لا تدل على أنه ليس بعالم أو أنه ليس بصاحب منهج. كثرة الحضور أو كثرة المتابعين لا تدل على سلامة المنهج، ولو سلم المنهج لا تدل على أنه عالم. نعم،